السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم طلابنا الأفاضل وطالباتنا الفضليات في تلخيص الوحدة الخامسة من كتاب المدخل إلى دراسة علم الكلام والتي تتعلق بعلم الكلام عند أهل السنة. سوف نقف في هذا المبحث على مصطلح أهل السنة قبل ظهور الأشاعرة والماتوريدية. ما المقصود من مفهوم أهل السنة؟ يرى البغدادي أن الفرق المنزوية تحت مفهوم أهل السنة والجماعة هي 8 فرق تستطيعون مراجعتها في الكتاب. وقال ابن حزم: أهل السنة هم 5 فرق. والإسفرايني ذهب إلى القول بأن أهل السنة هم فرقتان، وهم أهل الرأي وأصحاب الحديث. ذكر ابن حزم تحت مصطلح أهل السنة هذه المجموعات 5 التالية. من هم أهل السنة في نظر ابن حزم؟ هم الصحابة التابعون الذين اقتفوا آثار الصحابة وساروا على نهجهم، أصحاب الحديث الفقهاء الذين اتبعوا نهج أصحاب الحديث، المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها الذين انتقلوا جيلا عن جيل إلى يومنا هذا وصاروا على نهج من ذكرناهم في الفقرات السابقة. وكما قلنا، الإسفرايني يرى أن أهل السنة والجماعة هم أصحاب الحديث وأهل الرأي. الآراء الأساسية لمدارس أهل السنة. هناك آراء أساسية اتفقت عليها جماعة أهل السنة والجماعة، منها الإمامة. هناك اختلاف في موضوع الإمامة. المذاهب التي قالت إن أساس الإمامة يجب أن يكون بالنص والاتفاق، والذين تبنوا هذا الرأي هم أهل السنة. يقولون إن أساس الإمامة يجب أن يكون بالنص والاتفاق والشورى بين المسلمين. من الذي ذهب إلى هذا القول؟ أهل السنة، الخوارج والمعتزلة. لكن هؤلاء اختلفوا فيما بينهم في وجوب كون الإمام من قريش أو لا. فاشترط أهل السنة أن يكون الإمام من قريش، يعني رجل من قبيلة قريش، بينما اشترط الخوارج والمعتزلة أن لا يكون الخليفة من قريش، لم يشترطوا القريشية في الخلافة. ولم تتفق هذه المذاهب على وجود الإمام بالنص والتعيين. إن أهل السنة أقروا بمشروعية الخلفاء 4 الذين ثبت ذكرهم في التاريخ وحددوا أفضليتهم تبعا لذلك. الرأي الثاني: أولئك الذين زعموا أن الإمامة يكون بالنص والتعيين لا بالاتفاق، بالنص والتعيين. الرأي الأول بالنص والاتفاق. الرأي الثاني رأوا أن الإمامة تكون بالنص والتعيين. وهؤلاء هم مذهب الشيعة والروافض الذين يقولون إن الإمامة حق لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأبنائه من بعده بالنص والتعيين. ثالثا، إن أهل السنة تفترق، يعني هناك رأيان، هذا ليس قول ثالث بل هو بيان ليس إلا. إذن هناك رأيان في مسألة الإمامة وليست 3 آراء. الرأي الأول لأهل السنة والخوارج والمعتزلة، حيث يقولون أن الإمامة تكون بالنص والاتفاق. ثم اختلفوا هل يجب أن يكون الإمام من قريش أو لا. أهل السنة رأوا وجوب كون الإمام من قريش، والمعتزلة والخوارج لم يروا ذلك. الرأي الثاني في الإمامة للروافض والشيعة، يقولون إن الإمامة تكون بالنص والتعيين وليس بالاتفاق. كيف تفترق أهل السنة والجماعة عن الشيعة في هذا الموضوع؟ عندنا بالنص والاتفاق تكون الإمامة، عندهم بالنص والتعيين، وكذلك
في موضوع تخصيص الشيعة الخلافة بسيدنا علي رضي الله عنه، وجعل خلافة الخلفاء الثلاثة قبل سيدنا علي الذين هم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم تعالى جميعا محل نقاش عند الشيعة، فهم لا يقبلون خلافة الخلفاء الثلاثة. وبعبارة أخرى، إن الشيعة افترقت عن فهم عموم الأمة، حيث أن عموم الأمة قبلت خلافة الخلفاء الأربعة، لكن الشيعة قبلوا خلافة الخليفة الإمام علي رضي الله تعالى عنه فقط. من الآراء الأساسية التي انضوت تحته أهل السنة والجماعة هو موضوع مرتكب الكبيرة، حيث قاموا بالرد على الخوارج. الخوارج كما تعلمون يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر، يعني الذي يرتكب كبيرة القتل أو يقع في الزنا أو يشرب الخمر وما إلى ذلك من الكبائر عند الخوارج هو كافر. وعندنا أهل السنة مرتكب الكبيرة كما أوضحنا في الدروس السابقة أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، بل هو مؤمن عاص، مؤمن مذنب، مؤمن فاسق. وعند المعتزلة مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، يعني لا هو مؤمن ولا هو كافر. وكذلك من القضايا الأخرى التي جمعت المدارس تحت مظلة أهل السنة هو موضوع القدر. وقضية القدر في الأساس هي مشكلة إنسانية، وأينما يتواجد الإنسان تبرز هذه المشكلة. عند أهل السنة الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق أفعال الإنسان، هو خالق أفعال الإنسان، فالله خالق كل شيء، خلقكم وما تعملون، خلق ذواتنا ويخلق أفعالنا. ونحن الإنسان البشر لا نخلق الأفعال، لأن الله هو الخالق، فقط نكسب هذه الأفعال، نتوجه إلى إيقاع، لا إيقاع وجود بل إيقاع كسب، إلى كسب هذه الأفعال. الماتوريدية، الآراء الأساسية للمذهب الماتوريدي المنسوب إلى أبي منصور الماتوريدي رحمه الله في الألوهية، يقولون إن معرفة الله تعالى واجبة بالعقل كما أوضحنا ذلك. هذا رأي الإمام أبي حنيفة أيضا، حيث أنهم يقولون لو فرضنا أن الشرع لم يأتي، أن الشريعة لم توجد، لم يرسل الله تعالى نبيا ولا شريعة، لكن مع ذلك، مع عدم إرسال الشريعة ومع عدم إرسال الأنبياء، يكون معرفة الله، تكون معرفة الله تعالى واجبة بالعقل. كيف واجبة بالعقل؟ في هذه النقطة هم لا يتفقون مع المعتزلة، بل هناك فارق دقيق بين مذهب المعتزلة ومذهب الماتوريدية، حيث أنهم يقولون لو يعني أمعنا إلى هذا الكون، تفكرنا في هذا الكون، تفكرنا ونظرنا إلى مخلوقات الله وآلائه وآياته، دلنا العقل الصحيح والتفكير السليم إلى وجود الله سبحانه وتعالى، فمعرفته واجبة بالعقل. وكذلك أثبت الصفات الثبوتية والسلبية لله تعالى مع صفة التكوين. تعلمون أن صفات المعاني سبعة، والصفات السلبية خمسة. حرية الإنسان، عند الماتوريدية الإنسان هو صاحب أفعاله، والذي يدل على أن الإنسان هو صاحب أفعاله هو العقل والحواس والقرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان قوة واستطاعة لتحقيق أفعاله، وهذه الاستطاعة نوعين، أعطى الله استطاعة للإنسان لكي يقوم بأفعاله، والاستطاعة نوعين، استطاعة قبل الفعل واستطاعة أثناء القيام بالفعل. ولتحقيق الاستطاعة الأولى يعني قبل الفعل، قبل القيام بالفعل، يشترط سلامة الأسباب وصحة الآلات.
ويشترط وجود القدرة لتحقيق الاستطاعة الثانية أثناء القيام بالفعل الذي ينتج منه صفة حسنة أو قبيحة. وفعل الإنسان ناتج عن هذه القدرة والإرادة الجزئية غير المخلوقة. إذن الماتريدية يثبتون إرادة جزئية للإنسان غير مخلوقة، فالإنسان بهذين الأمرين يتوجه إلى الفعل ويختار الفعل بإرادته الحرة. إن أفعال الإنسان الحسنة والقبيحة هي بخلق الله تعالى. الاختلافات الموجودة بين الأشاعرة والماتريدية. الإرادة الجزئية: الماتريدية يثبتون في الإنسان إرادة جزئية اعتبارية غير مخلوقة، والأشاعرة لا يثبتون إرادة جزئية، وكلاهما يتفقان في نظرية الكسب ويختلفان في تفصيل هذه النظرية. أثبت الماتريدية صفة التكوين على أنها صفة تصدر منها أفعال الله تعالى، وهذه الصفة نفاها الأشاعرة قائلين بأن أفعال الله تعالى تصدر بصفة القدرة، يعني الله تعالى يخلق ويفعل بصفة القدرة وليس بصفة التكوين. تكليف ما لا يطاق: يرى الأشاعر أنه يجوز تكليف الله تعالى عبده بما لا يطاق، وذهب الماتريدية إلى عدم جواز تكليف ما لا يطاق لأن ذلك مناف للحكمة. النبوة: قال الماتريدية إن الذكورة شرط من شروط النبوة، يعني يجب أن يكون الأنبياء ذكورا. الله سبحانه وتعالى عند الماتريدية لم يرسل نبيا من الأنبياء من النساء حتى لا يجوز أن تكون الأنثى نبيا. والأشاعرة فإنهم قالوا ليست الذكورة شرط للنبوة، بحيث يجوز أن يكون النبي من الأنثى. السبب والحكمة: عند الأشاعرة أفعال الله تعالى لا تتعلق بالعلل والأسباب، يعني أن الله تعالى لا يفعل فعلا من أجل سبب، يعني الدافع للفعل والباعث للفعل علة أو سبب. أفعال الله لا تعلل، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء كيف ما يشاء متى ما يشاء أين ما يشاء. أفعال الله تعالى عند الأشاعرة لا تتعلق بعلة، يعني الله فعل هذا الفعل من أجل هذه العلة. الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء من أجل هذه العلة. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق والباعث له لفعله، والسبب لفعله كانت القضية الفلانية. لا، هكذا لا يقولون. فالأشاعرة ينفون تعليل أفعال الله وأنها متعلقة بالأسباب، وعند الماتريدية أفعال الله تعالى من الممكن أن تتعلق بالعلل والأسباب. تكليف بالعبادة: يرى الأشاعرة أن الكفار كما أنهم مكلفون بالإيمان بالله فهم أيضا مكلفون بالعبادة. الكفار مكلفون بتوحيد الله تعالى والإيمان بوجوده حسب القوانين الإسلامية، كذلك مكلفون بالعبادة بالصلاة والزكاة والحج وما إلى ذلك من العبادات. فهم مع عقاب عدم إيمانهم بالله يعاقبون أيضا بسبب تركهم للعبادة. وأما الماتريدية فإنهم قالوا بأن الكفار مكلفون بالإيمان فقط وغير مكلفين بالعبادة، ولا يعاقبون على ترك العبادة بل يعاقبون على ترك الإيمان بالله تعالى. إلى هنا أتينا إلى نهاية درسنا. أشكركم لحسن إنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.